متابعين ماروكة للسبور داخل أرض وطن وخارج أرض وطن، كنقول لكم السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي الإخباري لهذا اليوم. كنتمنى منكم كالعادة أنكم تفرجوا في الفيديو من الأول حتى الآخر وتدعمونا بالضغط على زر الإعجاب وتعطونا الآراء ديالكم بطبيعة الحال، باش هذا النوع ديال المحتوى يوصل لعدد كبير من المتابعين، خاصة الناس اللي كيهتموا بالأخبار ديال فريق الرجاء البيضاوي. واليوم إن شاء الله غادي نهضروا على المباراة ديال الرجاء وطرجة، وغنهضروا أيضا على القرار ديال العصبة، وغنهضروا على بوغرين والتوقيع ديالو والتمديد ديال العقد ديالو مع رفقة فريق الرجاء البيضاوي. غنهضروا على الدولي الموريتاني بالضبط، غادي نهضروا على المجيء ديال يونس النجاري اللي بقى اللي كان القيل والقال على امتى غادي يجي. غادي نهضروا على كامارا، غنهضروا على هيرفي. على العموم كنتمنى منكم كالعاده دعمونا بالضغط على زر الاعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناه، وغادي نبداو على بركه الله بالمباراه القادمه ديال الرجاء البيضاوي ضد اتحاد طنجه بمناسبه ديال الجوله الثانيه من البطوله الاحترافيه. غتكون مباراه يوم الاربعاء 25 شتنبر 2024 على الساعه 6:00. القناه الناقله لهذه المباراه كالعاده الرياضيه، والملعب بطبيعه الحال ملعب سانية رمل المتواجد في تطوان. حد سعيد لفريق الرجاء البيضاوي، مباراه محك حقيقي للنصور. غادي نرجعوا نهضروا على هذا الموضوع هذا. غادي نهضروا حاليا على القرار ديال العصبه الاحترافيه اللي قال لن يكون بامكان فريق الرجاء البيضاوي الاعتماد على الوافدين الجدد امام اتحاد طنجه، بالنظر لكون موعد اجراء هذه المباراه حدد قبل تمكن المكتب المسير للنصور من رفع قرار المنع. هنا كلشي غادي مزيان، يعني الحجه باش خدات باش خدا بالقشور واي تمنى هذا القرار هذا. انا سميت الاسماء علاش؟ لانهم هما الناس اللي حاليا على راس الهرم ديال العصبه الاحترافيه بالقشور كرئيس العصبه، وهشام ايتمنى رئيس فريق الوداد البيضاوي كنائب رئيس العصبه الاحترافيه. الا كان القانون كيقول بان الرجاء ماشي من حقها انها تعتمد على اللاعبين الجدد، لكون ان القرار ديال رفع المنع جاء وراء الاعلان عن المباراه ديال الرجاء واتحاد طنجه، فعطونا قرار، عطونا نص قانوني على الرجاء خاصها تحترم. ما يبقاش حتى الجمهور يبقى يهضر بزاف ويبقاو يقولوا راه كاينه شي مؤامره ولا شي حاجه، ولكن شي حوايج اللي ماشي وما خصهمش يتقالوا. خص يكون الامور واضحه من هذه العصبه، تخرج واحد البيان وتعطي نص القانون ديالو باش حتى الجمهور ما يبقاش يتدفق مع هذه الحملات اللي كاينه حاليا. اما لما كانش قانون واضح فراه هذا الشيء راه كيعطي علامه استفهام كبيره. علاش؟ لان احنا كنا عارفين قبل ما يترفع المنع شنو وقع، كنا عارفين ان كان رئيس فريق الوداد البيضاوي هو النائب رئيس العصبه، كان عنده يعني واحد التمني، لانه هو دائما يتمنى، كان عنده واحد التمني انه الرجاء ما ترفعش المنع، وهذا من حقه كرئيس، من حقه. علاش؟ لان رئيس فريق الوداد البيضاوي اكبر خطر عنده حاليا ماشي هي بركان ولا طنجة ولا الجيش، والاكبر خطر عنده هي فريق الرجاء البيضاوي. هو عارف هذا المكمل ديال هذه الخطوره هذه. علاش؟ لانه فاش كان رئيس ديال شباب المحمديه ما خلى ما دار من انتدابات، ما خلى ما دار من اشياء اللي كان من البريمات اللي كان كيدعم بها الفريق ديال المحمديه وما انتصرش على فريق الرجاء البيضاوي. فهو الان كيحاول ما امكن، كان كيتمنى انه ما يترفعش المنع وتبقى التشكيله الرجاويه على حالها باش يتمكن انه يحقق الامنيه ديالو، وهذا حقه مشروع مع حتى شي حق ديال شي رجاوي انه يهضر على هذه القضيه هذه. علاش؟ لان من حق اي شخص انه عنده الامنيه ديالو في هذه الحياه انه باغي يحققها. فهشام ايتمنى رئيس فريق الوداد البيضاوي فهو كيتمنى انه ينتصر على فريق الوداد البيضاوي، وهذا حلم ديالو مشروع، ولكن واش غادي يتحقق ولا ما يتحققش الغيب عند الله عز وجل، لانه سنوات هو كيتمنى وكيتمنى، ولحد الان باقي غير كيتمنى انه ينتصر على فريق الرجاء البيضاوي. على العموم باش نحطوا هذه الجوانب، لان خرجوا صفحات كيتهموا
لا بالقشور ولا هشام ايش منا، انهم هما السبب في هذا المنع، انهم هما اللي ما بغاوش الرجاء انها تستافد من اللاعبين اللي جابوا جداد، مع العلم ان الرجاء البيضاوي رفعات المنع. في الرجاء كاينين المحامين، كاينين ناس القانون، كاينين الطلطاوي، كاين ناس كثر من الطلطاوي وما كيبانوش في الواجهه، ناس اللي كيسيروا فريق الرجاء البيضاوي في الخفاء وكيعاونوا اي رئيس وكيعاونوا اي مسؤول باش ينجح فريق الرجاء البيضاوي. الناس كاينين فريق الرجاء البيضاوي، وكاينين الناس اللي كيحاربوا فريق الرجاء البيضاوي داخل فريق الرجاء البيضاوي. على العموم هذا ماشي موضوعنا، الموضوع اللي كاين هو ان العصبه خصها تخرج واحد البيان باش الجمهور ما يبقاش يهدر، يخرجوا بيان بان راه علاش اجلنا المباراه، علاش خلينا فريق الرجاء البيضاوي ما يستافدش من اللاعبين ديالو، حيت كاين واحد النص القانوني خاصو تحترمو فريق الرجاء البيضاوي. انا ذاك الجمهور ديال الرجاء خاصو يحترم هاد القرارات، ولكن الا ما كانش هاد النص هذا وكان غير اجتهاد ديال اي تمنى وديال بالقشور، هنا على اداره الرجاء البيضاوي خاصها دير ندوه صحفيه، خاصو يخرج رئيس عادل هالة، لان الصمت ديال الرئيس عادل هالة غادي يخلي الامور اي فريق واي مسؤول غادي يبغي يقزم من الفريق الرجاء البيضاوي. فخاص الرئيس عادل هالة خصو يخرج وخصو يأكد بأن المنع واش حقيقي، واش عنده سند قانوني، عنده سند قانوني خصو يحترمو، ما عنده سند قانوني خصو سيدي علاش تقدر كاع تمشي مثلا الجامعة الملكية المغربية النزاعات أنك طالب بحق ديال الفريق ديالك، أما باش عادل هالة والمكتب المسير ميردش لأن القرار كان البارح، فكنتظروا اليوم خصو يردوا على هذا القرار هذا باش يكون على الاقل كاين واحد النوع ديال كما كنقولوا تبادل ديال المعلومات، انهم كينوروا الراي العام ديال الرجاوي بان راه النص ديال القرار ديال العصبه هو الصحيح على حق ام انه خاطئ، باش ما يبقاوش حتى الصفحات الرجاوي انهم يديروا حتى هما كوبي كولي وينشروا الاخبار اللي ما عندهاش واحد السند قانوني. حنا الان كنطالبوا من العصبه وكنطالبوا المسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي انهم يعطيو واحد السند قانوني، راه هاد الناس راه ما غلطوش، راه علاش وعلاش هاد السند القانوني كاين هنا، الا غلطوا لا سيدي خصك تدافع على مصلحه ديال فريق الرجاء البيضاوي. علاش؟ لانك الا حضرتي راسك اليوم غدا غتاكل مازال الدقه فوق راسك وغتحضر راسك مازال من الفوق، وبعدو غتاكل الدقه فوق راسك وغتبقى حاضر ديما راسك، ونهار تبغي تهضر ما يبقاش عندك الحق باش تهضر. علاش؟ لان دوزنا الفتره ديال الاقزام كيفاش كانوا قزموا اسم فريق الرجاء البيضاوي، قزموا حتى في المنافسات ديال الافريقيه، شفنا الرجاء في الماتش ديال الاهلي كيفاش عطاو الاهلي بيلانتي ما كاينش، شفنا في المجازر التحكيميه اللي وقعت للرجاء البيضاوي في العهد ديال البدراوي. هنا خصنا نوقفوا، يعني خاص يكون الدفاع على المصلحه ديال فريق الرجاء البيضاوي قانونيه، خاص تكون خاص الناس ديال المسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي يدافعوا على حقوق ديال فريق الرجاء البيضاوي في اطار الحقوق المشروعه فقط. اما لما كانش عند فريق الرجاء البيضاوي الحق في هادشي فخصو يبين للجمهور يقول لهم راه عند العصبه راه عندها الحق، راه حنا ما رفعناش على السند القانوني ديال اللي هضروا به، راه كاين وراه خاصنا نحترموا القانون ديال العصبه الاحترافيه. اما بخصوص اللاعب بوغرين فرئيس فريق الرجاء البيضاوي كما قلنا سابقا ندخل في مفاوضات مع عده لاعبين ابرزهم بوغرين، فبوغرين قريب انه يجدد العقد مع فريق الرجاء البيضاوي حسب الاصداء اللي وصلتنا ان عادل الهلال ريح مع بوغرين هذه الصوره حديثه عندها تقريبا يومين، فعادل الهلال ريح مع بوغرين. كان بوغرين كنعرفوا انه مايسترو فريق الرجاء البيضاوي، لاعب خالق، لاعب اللي باغي يستمر فريق الرجاء البيضاوي، فالان عادل الهلال كيقوم بعمل اخر بحال بعد ما اهل اللاعبين ورفع المنع، فهو عارف ان الميركاتو الصيفي غادي يكون نهايه ديال العقود، اللاعبين كثار منهم بوغرين، منهم الخفيفي، منهم عدد كبير ديال اللاعبين النفاتي، فهو الان كيتم تحسين ديال العقود ديالهم بعقود ديال سنه او سنتين اخرين، فهذا كيدل على ان الرجاء البيضاوي حاليا غادي في الطريق ديال الاحتفاظ بالركائز، وهذا نقطه ايجابيه عند فريق الرجاء البيضاوي. اما بخصوص الناس اللي كيسولوا على النجاري، اخوان النجاري لاح واحد التصويره عبر خاصيه ديال ستوري في الانستغرام من مطار الكويت بعد ما
انها جميع المشاكل ديالو حلات تماك في الكويت، فهو الان راجع لارض الوطن. فغادي يلتحق فريق الرجاء البيضاوي في هذه اليومين القادمين هذه، وغادي يبدا معهم التدريب. بطبيعه الحال ما يكونش حاضر في مباراه ديال طنجه، واظن حتى المباراه القادمه ما يكونش حاضر فيها. ف الاهم اللي عندنا هو ان يونس النجاري حاليا سيلتحق فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنوا له التوفيق، كنتمنوا له يكون على حسن الظن ديال الجماهير، لان بحال النجاري كتقدر تعتمد عليه في الخط الهجوم، وتقدر تعتمد عليه كراس حربه. هو ايضا فاش كان في اولمبيك اسفي كان كيلعب كراس حربه في بعض المباريات، وكان كيقدم اداء كبير جدا. على العموم كنتمنوا له حد سعيد رفقة فريق الرجاء البيضاوي. اما بخصوص الدولي الموريتاني لاعب فريق الرجاء البيضاوي اللي كان وقع قبل كشوفات ديال فريق الوداد البيضاوي قبل من ذلك، يتمنى العقد ديالو ويفسخ مع العقد ديالو. فاللاعب التحق بصفوف فريق الرجاء البيضاوي. الان اللي وقع هو ان بعد الجماهير ديال فريق الوداد البيضاوي، بعد الصفحات ديال فريق الوداد البيضاوي، صفحات كتلوم المدرب وهشام ايتمنى علاش على قبل الفسخ ديالهم ديال العقد ديال اللاعب بالضبط قبل ما يلعب في فريق الوداد البيضاوي. كما كنعرفوا في المباريات الاخيره ديالو ورفقة المنتخب الموريتاني، فاللاعب بدا كان متالق بشكل كثير جدا، وبصم على انه لاعب خط وسط اللي غادي ينفع فريق الرجاء البيضاوي في المباريات القادمه. بغيناكم تعطونا الاراء ديالكم في المستوى اللي دار به رفقه المنتخب الموريتاني. هذا السؤال هذا كنطرحوا للناس اللي تفرجوا في المباراه ديال موريتانيا. فشاهدت انا المباراه، بان لي السيد كويري السيد موجود تكتيكيا فيزيكمو بدنيا كل شيء، يعني اللاعب بدا ما كيحتاج انه يساعد اللياقه ديالو، لانه حاليا كيبان لي السيد موجود يقدر يفيد الرجاء في خط الوسط حاليا. ان كاين عند الرجاء البيضاوي حاليا عنده مشكل ديال الخط الوسط حاليا. على العموم كنتمنوا لي ايضا حد سعيد رفقه فريق الرجاء البيضاوي، يكون اختيار ديال الرجاء البيضاوي لهذا اللاعب الموريتاني اختيار صعيب اللي غادي يفيد في فريق الرجاء البيضاوي مستقبلا. وبالنسبه للدراري اللي كيسولوا على الوضعيه ديال هيرفي، فكنقول لكم فحاليا ديك الاخبار اللي كتروج حول الرجاء البيضاوي فسخ العقد ديالو مع هيرفي، لا الرجاء مازال ما فسخش العقد ديالو مع هيرفي. الرجاء اسقطت اسم هيرفي من اللائحه ديال العصبه الاحترافيه، وايضا كنظن ديال الكاف، يعني سقطت الاسم ديالو لان يعني عدد الاجانب كبير. الفسخ العقد مازال ما تفسخش العقد، هما الان جالسين معاه في الطبله كيتفاهموا معاه حول الطريقه ديال الفسخ، واش غادي يعطيو شي شويه ديال المستحقات وغادي يفسخ العقد بالتراضي. ما عرفناش الوضعيه ديالو بالضبط شنو هي. الوضعيه ديالو حاليا اللي كنأكد لكم ان اللاعب هيرفي لحد الان باقي عنده عقد مع فريق الرجاء البيضاوي، الا انه تم اسقاطه من اللائحه، يعني ما غاديش يلعب فريق الرجاء البيضاوي، لكن مازال عنده عقد رفقة فريق الرجاء البيضاوي. كيقلبوا على صيغه توافقيه باش يتفسخ العقد بطريقه ردائيه، لانه كيطالب بالمستحقات ديالو، فهذا حق ديالو مشروع، الا انهم الرجاء البيضاوي باغيين يخرجوا باقل الخسائر باش يعطيو شي ثمن يعني مناسب باش يتجنبوا انهم يدفعوا المستحقات كامله للاعب هيرفي. الناس اللي كيسولوا ايضا على الوضعيه ديال كامارا، فكامارا الرجاء البيضاوي سجلوه مع فريق الامل حاليا، هو مسجل مع فريق الامل، ويمكن الرجاء البيضاوي في المستقبل اللي بغات تعتمد عليه فراه كتعتمد عليه، ولكن كيبقى هو محسوب على اللاعب الامل. الوضعيه ديال فريق الرجاء البيضاوي بخصوص الاجانب متكامله، ما كاين حتى شي كما كنقولوا، ما كاين حتى شي فائض في اللاعبين الاجانب حاليا. اللاعب هيرفي الان اسقط الاسم ديالو، اللاعب كامارا في اللائحه ديال فريق الامل، الوضعيه سليمه ديال فريق الرجاء البيضاوي عكس بعض الصفحات ديال الغريم اللي كينشروا اخبار لا اساس لها من الصحه. فاحنا الان وضحنا لكم وضعيه لا ديال هيرفي ولا ديال اللاعب كامارا. واما بخصوص المدير الجديد للاكاديميه ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي غيشرف على الاشراف والتكوين داخل فريق الرجاء البيضاوي الفرنسي جان مارك نوبيليون، فهو الان مديرا جديدا للتكوين ديال فريق الرجاء البيضاوي. عهد جديد
بقيادة ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، هي اللي مسؤولة على هذا الورش الكبير، لأن في كل نادي حطات مدير تقني جديد ديال أي مركز ديال التكوين ديال أي نادي، لا الفتح لا الوداد لا بركان لا أي فريق اللي عندهم أكاديمية. لكن عشرة الفرق اللي استفدت من هذا الورش هذا. ف كما كتعرفوا مرحلة اللي الناس ما عارفينش القيمة ديالها، مرحلة جوهرية، مرحلة انتقال كبيرة غادي تكون في جميع الأندية، اللي غتكون أولا ضربة قادية للسماسرة ديال المنخرطين اللي كيعيشوا داخل الفرق الوطنية، وخاصة هاد العشرة هادي. فكنتمنى هاد المباراة تعمم على جميع الفرق. فهاد المبادرة حاليا اللي كاينة بين الجامعة الملكية المغربية والمكتب الشريف للفوسفات اللي هو اللي كيساهم في هاد والتمويل ديال هاد الورش هذا. فأول شيء غادي نتهناو من دوك المنخرطين اللي لا علاقة لهم بكرة، سوى أنهم سماسرة داخل الفرق ديالهم، خاصة فريق الرجاء البيضاوي. فغادي يتهنى منهم فريق الرجاء البيضاوي حاليا، ما غاديش يبقاو هذا النوع ديال المنخرطين اللي كيشدوا مراكز ديال فريق ديال الفئات السنيه وكيبقاو هما اللي يسيروا. غادي نتهناو من دوك المؤطرين الكسالى اللي كيجيو يتخباو فريق الرجاء البيضاوي، غادي تعاود الهيكله ديال الفريق من الاول. فكنتمنوا ليه حد سعيد، لان هذه المرحله هذه مهمه في فريق الرجاء البيضاوي، غتعاون بزاف المكتب المسير الحالي، لان الاطور اللي على حسب ما سمعنا ان جميع الاطور غتكون عندها مسؤوليه مباشره مع المدير الجديد، والمدير الجديد غادي يكون عنده مسؤوليه مباشره ماشي مع يكينا مع فريق الرجاء البيضاوي كتشاور، لكن في حاله كاين شي مشكل فغتكون مسؤوليه مباشره بينه وبين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. هذا ورش خصو ينجح ان شاء الله، ورش اللي كنتمنوا ليه ينجح. كنتمنوا مستقبلا نشوف واحد العمليه ديال التفريغ ديال المواهب كبيره، الناس اللي كتامن بالمواهب وكتطلع المواهب من الفرق ديالها. كانت الرجاء كتطلع مواهب كبيره، لكن للاسف في هاد 4 سنوات الاخيره ما طلعناش شي موهبه، من غير زريده هو اخر موهبه اللي طلع فريق الرجاء البيضاوي، ومن بعد ما طلع حتى شي موهبه. علاش؟ لان في كاس ديال التميز اتضح لنا ان ما يقع في الرجاء مجزره في حق التكوين ديال فريق الرجاء البيضاوي. شفنا خيبه امل كبيره داخل الاكاديميه ديال فريق الرجاء البيضاوي، داخل الفئات السنيه ديال فريق الرجاء البيضاوي، وشفنا ايضا فشل سيري داخل فريق الرجاء البيضاوي بخصوص التكوين ديال الفئات السنيه الصغيره. فشفنا فريق الاقل من 19 سنه كيف انه اللاعبين اللي ما كيستحقوش يلعبوا كره وما كيعرفوش يلعبوا كره كيلعبوا في الفريق، وكرسميين للاسف كرسميين. يعني خدينا يقين ان من هنا 4 سنوات ما غاديش يطلعوا لينا شي مواهب، من غير الا كانت ثوره رياديه كبيره داخل فريق الرجاء البيضاوي. اولها خصهم يتسدوا الروبينيات على هذوك الناس اللي عايشين على ظهر فريق الرجاء البيضاوي، الناس اللي كيهدموا فريق الرجاء البيضاوي، الناس اللي كيدمروا المواهب داخل فريق الرجاء البيضاوي، الناس اللي كيحاربوا المواهب الرياديه اللي للاسف اقبرت في مدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي. فهاد العهد هذا غادي يكون ان شاء الله هو العهد ديال نهايه الزبونيه داخل فريق الرجاء البيضاوي بخصوص الفئات السنيه الصغيره. هاد المبادره غتنفع بشكل كبير المكتب ديال المسير ديال فريق الرجاء البيضاوي برئاسه عادل الهلا، ايضا المنخرطين الشرفاء اللي كاينين فريق الرجاء البيضاوي حيوا هاد المبادره هادي وشجعوها، وقدروا انهم قالوا بان نقدروا نوفروا لهم جميع الوسائل ديال الراحه باش انهم يهيئوا لنا مدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي ويعاودوا الهيكله ديالها من جديد، باش تفرخ لنا في السنوات القادمه مواهب كبيره، لان مدرسه فريق الرجاء البيضاوي معروفه انها كتصعد مواهب كبيره في فريق الرجاء البيضاوي. على العموم متابعينا الكرام، هادشي اللي كاين في اخر اخبار فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى منكم كالعاده دعمونا بالضغط على زر الاعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناه. شكرا لكم والى اللقاء.